قدم ظهر اليوم وزير البترول والطاقة بيتر بشير مادي بيانا صحفيا تحدث فيه عن موافقة الحكومة التشادية بمد أنابيب بترول النيجر عبر الأراضي الوطنية التشادية. نتابع جزء من بيان الوزير في ميكروفون الزميل عباس أبكر مصطفى. هاجي لكم في كلام بابلي أنا بترول أنا نيجر و ميشيل شفتو دا نيجر كل جاي دا كل جاي انفرمي ميشيل علينا تشاد اول تشاد افانتاج انا نا ايشان اندينا بابلن في من دوبا كاداريام شي كريبي هاس غوفرما انا نيجر اوراكي ني دورك باب بابلا انا نيجر دا يجي في تشاد كم شنو الغي سي بابلن دا كلو هما مكاسا دو غالكي بابلن دا كالي يجيبا من نيجر يجي في لاكشار لاكشار جابانا جابانا كومي وكومي توا يمشي كريبي وانينا كل غوفرمان ناتشات انينا خسرنا فوقا كي بابلي دان نسويني وانينا كل غوفرمان في ورا رئيس انانا ادريس ديبي انينا كل غامينا فوق ناكد موكي ايشان كي بابلي دا يجي لين هني في تشات ميشيل شفتو كان بابلي دا باسي هني في تشات دا كل شان بترولي انا كانيم انا لاك تشات انا نوس كل انا نور نور ويست دا كل يبقى ديفلوبي كم بابلي دا بيجي في تشاد ميجيل غورس كلاس جيبنا باتام زياده في غورس وفي كوم دا كل كم لما دا بابلي جديد دا اكونومي انا كل باتام توالي غوم ميشيل اول. سيصادف يوم غد السبت الموافق 18 من نوفمبر اليوم الافريقي للاحصاء، وبهذه السانحه قدم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي نجيتو تيرينا يامباي بيانا صحفيا تحدث فيه عن أهمية هذا اليوم. نستمع إلى جزء من حديثه في ميكروفون الزميل محمد عثمان بشير. يومنا 18 نوفمبر دا يومنا إساب في أفريقيا ودارنا تشاد يسيليبري يوم دا ما غوفرنمان كله يدورو خلي إساب ولا ستاتيستيك دا خلي إندي ستاتيستيك الكوريكت خلي نخدم فوق يومنا ستاتيستيك أفريكان دا Union africaine, ma commission économique pour l'Afrique basse, célébré Yomda, Yomana Isabda, en 1990. Communauté économique pour l'Afrique, ma Union africaine, conférence des ministres d'Ola, l'homme a décidé en 1993, da, Yomana Isabda, chaque 18 novembre 1917, nous sommes journée dans la statistique. Au choc à la Raïs Idora, يدور خلي حسدا نخدمو ندورو إساب العديل وخاصه نخدم في بلان ناسيونال ديفلوبمون دا ندورو سي ايفالياسيون انا بي ان دي وخان إساب دما عديل دا بوليتيك دما ايفالياسيون مايام سيغيدام و مينيستير انا ايكونومي بلانيفيكاسيون ديفلوبمون ما انستيتو ناسيونال دي ستاتستيك يخدم حسا خلي إساب انا تشاد انا ستاتستيك دا خلي بيجي نورمال يا ونو غوفرمون اوبراتور ايكونوميك دول ما او ان جي دول خلي يخدم في سي ايفالياسيون العديل بروجي الخاصه كان ناخذ فوز مانا بي ان دي دا خلي بروجي دا يبيغي كونفينكان غاب فاتشو غوروس نفينانسي بروجي دا او تيم انا تشاد انا 2017 دا رئيس غالكي خلي نو كونستروير انفراستركتور ستاتستيكال عديل وناخذ سوا ما بارتنير دول يا ونو غوفرمون خلي خاصه ولا مباكر دا ستاتستيكال انا تشاد دا بيجي سيمي وبيجي عديل. افتتح اليوم الامين العام النائب لوزاره الثروه الحيوانيه والانتاج الحيواني حسين حسن احمد اعمال الورشه الوطنيه لاطلاق مشروع جمع المعطيات وتقوية الكفاءات لإدارة الإعلام الرعوي عن المنطقة عبر المنظمة الرعوية. المناسبة جرت بمقر الخلية الدائمة بفرشة بالدائرة الأولى. هارون أبدا. إن الثروة الحيوانية تعد ركيزة أساسية لدعائم الاقتصاد، هذا ما توصلت إليه كافة الدراسات التي أجريت على المستوى الوطني والدولي في إطار البحث عن موارد بديلة ومضمونة لتحقيق مشروعات التنمية. ومن أجل تطوير الثروة الرعوية والرعاة جاء تنظيم هذه الورشة الوطنية لإطلاق مشروع جمع المعطيات وتقوية الكفاءات لإدارة الإعلام الرعوي عبر المنظمة الرعوية، وهو مشروع تستفيد منه كونفدرالية المنظمات المهنية للرعاة والعاملين في قطاع الثروة الحيوانية. الإخوة الفنيين والمشاركين دعم هذا البرنامج فنيا حتى نستطيع أن نخرج بصورة ممتازة، فلا يسعني في هذا المقام إلا أن نشكر الشركاء وزارة الثروة الحيوانية لدعمهم المتواصل.
ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو محمد منصور دياي فقد ثمن على جهود الحكومة التشادية وأشاد بهذه الخطوة التي تمهد الطريق لتوعية الرعاة من أجل مواكبة البيئة، مؤكدا أن تطوير الرعي وترقية حياة الرعاة هي الحلول الكفيلة للتعامل مع التغيرات المناخية والحفاظ على الأنظمة البيئية، وأن هذه التجربة التي تنطلق من تشاد ستشمل دول أخرى على مستوى القارة الإفريقية. وأشار إلى أن المشروع يعمل في 3 دول وهي منغولي والأرجنتين وتشاد. افتتح الورشة رسميا الأمين العام النائب لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني حسين حسن أحمد، الذي أكد أن القطاع الرعوي له أهمية كبرى للاقتصاد في البلاد، لذا فإنه مدرج في قمة أولويات رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو. وقال إن الثروة الحيوانية والرعوية تفتقر إلى المعلومات الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة من أجل تنفيذ خدمات لصالح الرعاة مثل المرافق الصحية لتأمين صحة الإنسان والحيوان.